السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم في وصفات عزيزة بدون غلوتين. مرحبا بكم يا أحلى متتبعين ومتتبعات، يلقاكم أخواتي الفيديو ديالي في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. اليوم أخواتي فيديو جديد غادي ندير معكم أخواتي الكاك ديال التفاح، وتقدوا تعوضوا حتى بالإيجاص أو للخوخ، يعني لكم الاختيار في الفاكهة. أخواتي هذا الكاك كيجي شي حاجة طوب، شي حاجة روعة اللي غتعجبكم وتعجب الوليدات ديالكم. كنحتاجوا اخواتي في هذا الكيك جوج كيسان ديال النشا قياسات العنبه، وهنا يا اخواتي كاس الا ربع ديال الرز، وانما غادي نضيفه مع التخلاط، وكاس يعني ما غير مملوء ديال السنيده، وعلبه ديال دانون حيت لحقاش كاينه الحلاوه ديال علبه دانون، ما غنكثروش يعني السكر، وكاس ديال الزيت كما كتشوفوا معايا، يعني العلبه ديال دانون مع سكر سنيده ما نكثروش، ومعلقه صغيره ديال الخل، جوج ساشي ديال خميره الحلويات وساشي ديال الفاني، قياس يعني ديال التفاح تقدروا ديروا 3 حتى لجوج، وثلاثه ديال الحبات ديال البيض. وغتلقاو اخواتي المقادير صندوق الوصف، يعني هادو هما المقادير اللي احتاجينا في هاد الكيك ديالنا ديال التفاح. دابا اخواتي بسم الله غادي نبداو ان شاء الله باش نطربوا البيض ديالنا، 3 الحبات ديال البيض غنضيفو ليهم الكاس ديال السنيده الغير مملوء، انا ما كنكثرش الحلاوه يعني كاس الا ربع، لكم الاختيار يعني في الحلاوه، مع غنزيدو يعني العلبه ديال دانون لا داعي اننا نكثروا الحلاوه بزاف. ضفنا ساشي فاني وغنخلطوا اخواتي الكل حتى يعني يصبح الخليط رغو وابيض، يعني نبقاو نطربو حتى يولي لينا الكيك ديالنا ابيض، الخليط ديالنا ابيض، باش ما طربتو كيعطيكم نتيجه زوينه كيفشفش الكيك. الناس اللي ما عندهمش يعني طراب الكهربائي يقدروا يديروا يعني الخلاط الكهربائي حتى هويا. نضيفوا اخواتي كاس ديال الزيت المائده يعني الزيت العاديه، من بعد اخواتي نضيفوا العلبه ديال دانون، اي كهو بغيتو يعني اي نسمه بغيتو، المهم انه يكون خالي من الغلوتين. معلقه صغيره ديال الخل، وكنبقاو اخواتي يعني كنطربو مزيان كما كتشوفوا معايا في الصوره. غادي نضيفو الكاس الاول ديال دقيق النشا مع التطراب، نديرو خميره ديال الحلويات الخميره الاولى، نضيفو الكاس الثاني ديال دقيق النشا، نضيفو خميرة ديال الحلويات الثانية، يعني درنا جوج خمارات، ونبداو اخواتي يعني نطربو شوية بشوية، تنخلطو الخليط ديالنا، من بعد اخواتي بقينا كاس ديال الرز اللي هو فيه حنا حطينا، حطيت لكم اخواتي يعني كاس الا ربع، انما اخواتي غادي نشوفوا يعني مازال غادي نضيفوا، حيت لحقاش تنخلطوا مزيان، انا معاك كنخلط الكيك ديالي عيني ميزاني، ويعني درت معكم القياسات، انا غادي تشوفوا ان شاء الله يعني راه غادي نضيفوا من بعد، غادي تشوفوا يعني نقيسوا الكيك ديالنا وغادي نضيفوا يعني الباقي ديال الدقيق. هانتوما كما كتشوفوا معايا يعني كنهبط الجوانب، حاولوا يعني خلطوا بالمعلقه عاد تبداو تضربوا، انا يعني كنت ما رديتش البال مزيان حتى بدا كيطاير ليا الدقيق. هانتوما كتشوفوا دابا كنقيسوا الكيك ديالنا، ولقينا باننا ضروري اننا نضيفوا شي يعني تقريبا جوج معالق ديال دقيق الرز، يعني ديروا كاس ديال دقيق الرز
هانتوما كما كتشوفوا معايا، يعني درت المعلقه الاولى عامره مزيان مملوءه مزيان، عاد غنزيد مازال واحد النص ديال المعلقه، يعني جوج معلقات. يعني دابا اخواتي ديروا كاس ديال دقيق الرز، عطيوا اخواتي يعني المقادير في صندوق الوصف، متلحقاش يعني ما ديروش الدقيق جبعه واحده، من الاحسن حتى كتقيسوا الكيك ديالكم حيت على حسب البيض، الا كان البيض حجمه صغير او الحجم الكبير يعني ما تقدروش يعني ترتبطوا بالقياسات هكايا زعما تقولوا لا خصنا نديروا هذا القياس، لا ضروري كيكون ان البيض كيكون البيض كبير او الحجم يعني الصغير والحجم يعني الكبير. دابا كما كتشوفوا معايا اخواتي انا ضفت يعني دوك معلقه ونص، يعني دابا نتوما ديروا كاس ديال دقيق الرز حيت الكيك ديالنا خصو يجي شويه نهزو بالمعلقه شويه ثقيل، وماشي ثقيل بزاف يعني ما بين وبين، انا غنوريكم اخواتي يعني القوام، يعني كنهزو كيعطينا دريجات اولا كنكتبو 8 8 كتكتب لينا، هذا هو سر نجاح الكيك ديالكم، دائما كتبو 8 8 تكتب ليكم اولا دريجات. انتما كتشوفوا دابا كيدير ليا الدريجات، ثم غنعاود معاكم، هاي 8 كتكتب وها هما الدريجات كيتحطوا، هذا هو السر ديال الكيك ديالكم، دائما هاكا باش تقيسوا الكيك، هزوا المعلقه وشوفوا واش كدير لكم دريجات، يعني بحال كديروا دريجات ومن بعد كتكتبوا 8. دابا اخواتي غادي نصايبوا التفاح ديالنا، كنحيدو ليه النواه ديالو وكنخليوه بالقشره لانها كتعطي واحد المنظر زوين، كتبقى خابطه في التفاحه يعني مزيان، انا كنفضل نخليه بالقشره ديالو. وكما قلت لكم اخواتي يعني كتختاروا الفاكهه اللي بغيتو. وكتقدروا اخواتي يعني هاد التفاح كاين اللي كيبغي يعسلو يعني بالزبده و ساشي فاني اولا السكر والقرفه، تقدروا تقطعوا مربعات يعني كبيره شويه على شكل مربعات وكتحطوا في الكيك، يعني لكم الاختيار في التزيين، انا اختاريت هذه الطريقه، يعني ما بغيتش ندير التفاح معسلو عاوتاني وقوت الحلاوه، لا انا كنفضل بحالكم نخليه يعني تفاح عادي. وكما قلت لكم اخواتي يعني كيبقى التزيين اختياري الطريقه اللي بغيتو نتوما، بغيتو تعسلوه بغيتو تقطعوه يعني على شكل شرائح او مربعات. انا اخواتي دابا سالي التفاح ديالي وغادي اخواتي دابا غادي نخوي الكيك ديالي، كنعاود نطرب باش كندخل ليه الهواء وكنهز الفوق وكنفرغ الكيك ديالي، هي الطريقه الصحيحه. من بعد اخواتي فرغوا الكيك ديالكم في القالب اللي هو دهناه بالزبده ورشينا بدقيق الرز او دقيق النشا، ومن بعد اخواتي غادي نبدا نحط التفاح ديالي اللي هو قطعته شرائح، غنوضع وحده حده وحده حده حده وحده وغادا حتى نكمل دائره ديال القالب ديال الكيك. والقالب اخواتي يعني ماشي ضروري انكم نتوما ديروا الزجاجي، تقدروا ديروا اي قالب عندكم، واخا ديروا حتى مستطيل، اي قالب عندكم دائري او لا مستطيل او لا على شكل قلب، كيبقى لكم الاختيار، المهم هو لا باز ديال الكيك، اما التزيين كيبقى اختياري، الطريقه ديال يعني باش توضعوا التفاح حتى هي كتبقى اختياريه، والمول حتى هو اختياري. كنبقى اخواتي نوضع الشرائح ديال التفاح ديالي على هذه الطريقه كما كتشوفوا معايا في الصوره، كنحاول نقاد باش يعطيني واحد الشكل رائع، نحاول نرسم ورده من الوسط وصدقوني اخواتي هذا الكيك كيجي شي حاجه طوب، شي حاجه رائع والمقادير مضبوطه، غتلقاوها اخواتي يعني صندوق الوصف، ان شاء الله اخواتي غيعجب الوليدات ديالكم.
غير اختاروا يعني النوع ديال الفاكهة اللي كتبغيو. هانتوما اخواتي كما كتشوفوا معايا دابا يعني يعني وضعت في كل شيء فراغات التفاح ديالي باش ملي غادي يطيب غادي يعطي واحد الشكل رائع كما كتشوفوا معايا في الصورة. صافي انا دابا يعني انتهيت من وضع التفاح. دابا انتم خرجت يعني الكيك ديالي من الفرن كما كتشوفوا. دابا غندهنوا بالمربى ديال المشمش. انا حيت معسلت التفاح ديالي ودرت هذه الطريقه يعني دهنت بلا كونفيتور ديال المربى كونفيتور دابريكو طبيعة الحال يعني سانغوليتان. كندهن حتى الشرائح ديال التفاح باش كيعطي واحد اللون ذهبي واحد اللون رائع كما كتشوفوا معايا في الصورة. وغادي ندير اخواتي رقائق اللوز كنزين به الكيك ديالي. كيبقى لكم كما قلت لكم اخواتي التزيين اختياري باش ما حبيتو واللي بغيتو كديرو. وكندير هنايا لي فخوي كونفي يعني داك سوريز كيتباع هذا اخواتي يعني موجود في المحلات ديال سانغوليتان. هادو لي سوريز كونفي. هانتوما اخواتي كما كتشوفوا الكيك ديالنا بعد ما زيناه شي حاجه طوب. يا سلام شي حاجه رائعه اللي غتعجبكم وتعجب الوليدات ديالكم. انا غنقطع معكم اخواتي يعني باش تشوفوا من الداخل جا الطب ومفشفش. يعني وسهل في التقطاع بدون دقيق مصنع غير بالنشا ودقيق الروز. هانتوما اخواتي شوفوا الشكل ديالو جا الشكل ديالو رائع ومفشفش ورطب وغيعجبكم اخواتي وغيعجب الوليدات ديالكم يعني بداك لوغو ديال التفاح شي حاجه طوب. انا نقطع معكم شوفوا يعني دغيا كيتقطع وكما قلت لكم رطب رطب رطب. جربوا اخواتي وحتى نتوما اخواتي غادي تحصلوا على كيك رائع وغيعجبكم ان شاء الله باذن الله وغتوفقوا حتى نتوما فيه ان شاء الله باذن الله. يلا اخواتي ضغطوا على زر الجرس حتى يصلكم كل جديد وبتغطجوا مع الأصدقاء حتى تعم الإفادة. وأستودعكم أخواتي في الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم وإلى فيديو جديد.